ألف مبروك للعريسين، اليوم مناخذكم في تغطية إلى حلاكم تمر. حلاكم تمر رواد الضيافة في المنطقة، إحنا متعودين على ضيافة البوفيه المفتوح، اليوم عندهم ضيافة من نوع آخر، ضيافة التقديم والتوزيعات إلى الضيوف. خلينا نتعرف على هذا النوع. وزي ما أنتم شايفين هذه الأطباق حق التقديم، تقدم في صواني فاخرة إلى الضيوف الموجودين. والله على التمر، يا سلام، شوفوا كيف الإبداع في التقديم، يا سلام. إيش الحركات هذه؟ أنواع الشاي وأنواع القهوة. ويا سلام، شوفوا كيف الطاقم المرتب الموجود عندهم، مبتسم ومتعود على طريقة التقديم. يا سلام، شوفوا كيف الأطباق تقدم في هذه الصواني الفاخرة، يا سلام. بصراحة حركات. وهذه الطريقة في التقديم. Thank you.